من بين التقارير أنه بالفعل يعني وارد ومنطقي مسألة النزوح من المناطق الصراع إلى مناطق أكثر أمنا، ولكن هناك معوقات في الحالة السودانية، معوقات للنزوح، منها بالطبع انعدام الأمن، نفاد الوقود لدى من لديه حتى سيارة، أو ارتفاع أسعار تذاكر المواصلات لمن يقصدون المواصلات. برأيك يعني هل إذا استتب الأمن أو هدأت حدة المعارك، هل هذا يساعد على الاستقرار في الأماكن أم سيزيد من موجات النزوح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ سينار سعيد والسادة المشاهدين والعاملين بقناة الغد العظيمة. النزوح شيء طبيعي في كل الحروب، ولكن ما يعيق هذا النزوح من العاصمة إلى الأقاليم هي يعني أشياء كثيرة جدا، خاصة الذين يقطعون الطرق في المسافات البعيدة، يعني من الخرطوم إلى الولاية الشمالية دونغولا. هنالك عدة نقاط للتفتيش، وهي ليست نقاط للتفتيش بل نقاط للبلطجة والسحب بكل الممتلكات التي تكون بحوزة المسافرين. وأيضا هنالك شح كبير جدا في البنزين والجازولين، وأيضا في المواد الغذائية التي تكفل للمواطن أبسط حياته في منزله أو في مناطق بقائه من مناطق الجنوب أو في الشمال أو في الوسط. منطقة الوسط تعاني معاناة كبيرة جدا الآن من جراء القصف الحادث في الخرطوم من قبل الطائرات التي تغير على العاصمة المثلثة يوميا، يعني بصفة دورية الطائرات تغير على المنازل والمواطنين، وهنالك من فقدوا منازلهم، وهنالك من تم القصف للأحياء السكنية وفقدوا أرواحهم وأقاربهم. يعني هنالك أشياء كثيرة جدا في هذه الحرب، والحرب بتدخل يومها العاشر. كل المواطنين الآن في رعب وفي محاولات لمغادرة العاصمة المثلثة إلى مناطق أخرى، حتى إن كانت في المناطق القريبة من محافظات قريبة أو ولايات قريبة مثل مدني أو مناطق أخرى للشرق أو الغرب. أيضا الأمن الآن مفقود تماما داخل العاصمة المثلثة، لأن حرب الشوارع المواطنين السودانيين لم يتعودوا عليها، بل كانت هنالك يعني انطلاقة في كل الأسواق وكل المحلات من قبل المواطنين الذين كانوا يجدون ما يعني الأشياء اليومية كانوا يجدونها في الأسواق وفي المحلات، والآن حتى المبالغ مالية لا يجدونها حتى يدفعوا الإيجارات أو يخرجوا من العاصمة المثلثة، لأن المواصلات أصبحت يعني من الخرطوم إلى دونغولا كانت 15,000 جنيه، الآن 50,000، ويعني صعب جدا أحد المواطنين يكون لديه مثلا 3-4 أطفال يذهب بال50,000 جنيه دي إلى الولاية الشمالية.